بالطبع فإن القوائم المالية التي تعد في نهاية كل فترة مالية هي عبارة عن نتائج تخص تلك الفترة المالية، ولكن قد لا يستطيع متخذ القرار أن يعتمد عليها بشكل كبير إذا لم يكن متخصصا في النواحي المالية، وعليه أن يلجأ في هذه الحالة إلى من يستطيع أن يقوم بتحليلها وتوفير تفسير واضح لكل الأرقام الواردة بها من منظور يعتبر أداة مساعدة لمتخذ القرار في دعم القرار الخاص به. وحتى يتم ذلك فإننا نلجأ إلى مجموعة من التحليلات، والتحليلات ترتكز في شقيها إلى شق التحليل المالي وشق التحليل المحاسبي. والتحليل المالي هو عبارة عن فحص للبيانات والقوائم المالية المنشورة لمنشأة محددة، وذلك لتقييم أداء تلك المنشأة عن فترات سابقة أو عن فترة ماضية، ولإمكانية التنبؤ بأدائها لفترات مستقبلة. أما التحليل المحاسبي فيقصد به هو جميع البيانات والقوائم سواء المنشورة أو غير المنشورة، وفي هذه الحالة قد يتم التوجه إلى قطاع التكاليف، قطاع الموازنات، وذلك لهدف تعميق مستوى التحليل وإفادة متخذ القرار بشكل أكبر. وعليه يمكن أن نبدأ بمبدأ رئيسي أننا سوف نعتمد على قائمتي الدخل والمركز المالي كأساس لإعداد المؤشرات الخاصة بالتحليل المالي، وبالطبع لا ننسى قائمة التغيرات في حقوق الملكية. وبالطبع المعادلات كما هي واضحة أمام حضراتكم هي معادلات خاصة بقائمة الدخل توضح كيفية الوصول إلى مجمل الربح وكيفية الوصول إلى صافي الربح، وقائمة تعكس حق الملكية في نهاية الفترة وهي قائمة المتغيرات في حقوق الملكية، وقائمة تعكس المركز المالي وهي توضح العناصر الخاصة بالأصول بفرعيها المتداولة والثابتة والخصوم بفرعيها المتداولة والثابتة أيضا وحق الملكية. ولكي نتجه إلى التحليل فإن هناك بالطبع أكثر من أسلوب يتبع في التحليل، منها تحليلات رئيسية ومنها تحليلات خاصة باستخدام النسب، وسوف نركز في هذه الجزئية على تحليلات النسب، حيث سوف تتضمن هذه التحليلات أربعة مجموعات رئيسة، وهي مجموعة نسب الربحية ومجموعة نسب السيولة ومجموعة نسب الكفاءة، على أنه سوف يتم مراعاة أن نسب السيولة يمكن تقسيمها إلى جانبين، جانب متخصص أو يختص بالأجل القصير وجانب آخر للأجل الطويل. وبالتأكيد لعرض هذه النسب يقصد بذلك أننا سوف نعرض لكل نسبة كسر اعتيادي له بسط وله مقام يوضح عناصر ومكونات هذه النسبة ومصادرها سواء من قائمة المركز المالي أو من قائمة الدخل أو من قائمة التغير في حقوق الملكية. وسوف نبدأ أولا بنسب الربحية، والنسبة الأولى التي سوف نلجأ إليها هي نسبة صافي الربح إلى إجمالي الأصول. صافي الربح بالتأكيد مصدره هو قائمة الدخل وإجمالي الأصول من قائمة المركز المالي. أما النسبة الثانية فهي نسبة صافي الربح إلى حق الملكية، وصافي الربح أيضا مصدره قائمة الدخل، بينما إجمالي حق الملكية يمكن أن يؤتى به من قائمة التغيرات في حقوق الملكية أو من قائمة المركز المالي. وكلا النسبتين تنعكس في شكل نسبة مئوية. واستكمالا لتلك النسب نتجه إلى النسبة الثالثة، وهي واحدة من أهم النسب المتاحة، وهي نصيب السهم من الأرباح. وهذه النسبة إذا انعكست فإنما تنعكس في شكل نتيجة عبارة عن عدد من الجنيهات محددا لكل سهم من الأسهم العادية. وبالتأكيد بما أننا نقتصر الحديث عن الأسهم العادية فإن بسط هذه النسبة هو عبارة عن صافي الربح بعد حساب الفوائد والضرائب بالتأكيد، ويطرح منها توزيعات الأسهم الممتازة
نظرا لخروجها من هذه النسبة، ويقسم الناتج على عدد الأسهم العادية. طبعا عدد الأسهم العادية الخاضعة للتداول وليست المصدرة. ورابعا تأتي نسبة معدل العائد على الاستثمار أو على رأس المال المستثمر، وهي عبارة عن قسمة صافي الربح، والذي يكون أيضا مصدره من قائمة الدخل دون تعديل عليه، يقسم على رأس المال المستثمر، والذي يمكن حسابه بأكثر من طريقة. طبعا من أكثر الطرق الشائعة هو أنه عبارة عن حق الملكية والالتزامات الثابتة أو الخصوم الثابتة، ويمكن الإتيان به بأكثر من طريقة أخرى، منها الأصول المتداولة ناقص الخصوم المتداولة مضافا إلى الناتج الأصول الثابتة، أو رأس المال العامل اختصارا لطرح الخصوم المتداولة من الأصول المتداولة يضاف إليه الأصول الثابتة، ويمكن الإتيان به أيضا بطريقة أخرى، وهي إجمالي الأصول ناقص الخصوم المتداولة. بالتأكيد ننطلق من ذلك، وهي مجموعة نسب الربحية، إلى مجموعة نسب السيولة. والسيولة تندرج في شقين، الشق الأول هو في الأجل القصير، والمقصود بذلك هو علاقة مباشرة ما بين مجموعة الأصول المتداولة ومجموعة الخصوم المتداولة، بما يعكس قدرة المنشأة على سداد ديونها في الأجل القصير الذي يستقر في مداه الأقصى إلى فترة زمنية تقدر بعام، ويمكن طبعا أن تتجه إلى فترات أقل من ذلك حسب النسبة المستخدمة. والنسبة الأساسية الأولى التي تقاس هي عبارة عن الأصول المتداولة على الخصوم المتداولة، وهي تسمى بنسبة التداول. وبالطبع هذه النسبة تكون نتيجتها في شكل عدد من المرات، بمعنى مرتان، مرة ونصف، 3 مرات، وتعتبر انعكاسا لقدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها خلال فترة زمنية تقدر بسنة. والمعدل العام المقبول لهذه النسبة يقدر ب2 إلى 1، ولكن ذلك ليس لجميع أوجه وطبيعة الأنشطة، ولكن هذه هي الصفة العامة إذا لم يتم توافر مرجعية محددة لهذه النسبة. النسبة الثانية هي أننا نتجه إلى ما يسمى بالنسبة الحذرية، أو كما تسمى من قبل الكثيرين نسبة السيولة السريعة، وهي عبارة عن في البسط الأصول المتداولة يطرح منها الأصول التي يصعب تحويلها إلى نقدية في خلال فترة السنة، والنتيجة يتم قسمتها على الخصوم المتداولة. وبالطبع كلمة الأصول التي يصعب تحويلها إلى نقدية تشتمل على 3 عناصر رئيسة. العنصر الأول هو مخزون البضاعة، العنصر الثاني هو المصروفات المدفوعة مقدما والإيرادات المستحقة، والعنصر الثالث هو الأصول المتداولة الأخرى. ونتيجة هذه النسبة تأتي كما سبق وتوضيحه أنها بعدد من المرات، ولكن المعدل المقبول لهذه النسبة هو 1 إلى 1 تقريبا. النسبة الثالثة هي صافي رأس المال العامل، وهو عبارة عن طرح الخصوم المتداولة من الأصول المتداولة. وبالطبع المؤشر الخاص بهذه النسبة أو المعدل الخاص بها هو أن يكون الناتج موجبا، ولكن دون تحديد لقيمة واضحة إلا وفقا لطبيعة النشاط، وهنا يلزم اللجوء إلى قرارات مجلس الإدارة الخاص بهذا النشاط لمعرفة هذه الحدود أو المبالغ المقدرة لهذه النسبة. عقب ذلك نلجأ إلى ما يسمى معدل الفاصل الزمني الدفاعي، وهنا نلجأ إلى ما يسمى بالأصول الدفاعية. وبالطبع يمكن التعبير عن هذه النسبة أن هناك تحرك من مستوى السنة إلى مستوى أقل بكثير، قد يصل إلى اليوم أو فترات محدودة تقترب إلى فترات أقل من الأسبوع. أما الأصول الدفاعية فهي عادة عبارة عن النقدية بالدرجة الأولى مضافا إليها مجموعة عناصر الأصول المتداولة الأخرى، عدا كل ما تتضمنه النسبة السابقة الذي طرح منها، وهو مخزون البضاعة، المصروفات المدفوعة مقدما، والإيرادات المستحقة، وكذلك الأصول المتداولة الأخرى. أما متوسط مصروفات التشغيل النقدي اليومي الذي هو يمثل
المقام الخاص بتلك النسبة، فهو عبارة عن كافة تكاليف التشغيل النقدية اليومية باختلاف أو باستبعاد الإهلاك. وبالتأكيد لحساب هذه النسبة فنحن نحسب كافة مصروفات التشغيل السنوية ويطرح منها الإهلاك وتقسم على أيام على عدد أيام العمل في السنة. طبعا ناتج هذه المعادلة مختلف عن الآخرين، حيث أنه يأتي في شكل عدد من الأيام، وبالتأكيد يقصد بذلك هو قدرة المنشأة على الاستمرار لعدد محدد من الأيام في ظل متوسط الإنفاق أو المصروفات التشغيلية النقدية اليومية، نظرا لاستبعاد عناصر الغير نقدية أو غير النقدية مثل الإهلاك وما شابه. ثم نصل إلى النسبة الخامسة أو المؤشر الخامس، وهو معدل الفاصل الزمني الدفاعي بدون ائتمان، الذي هو عبارة عن كافة الأصول الدفاعية يطرح منها الخصوم المتداولة ويقسم على متوسط مصروفات التشغيل النقدية اليومية. وهذه النسبة تقترب من سابقتها، ولكن يستبعد من كافة الأصول الدفاعية الخصوم المتداولة على أساس أنه في مثل هذه الأحوال فإنه يجب أن تكون الأصول الدفاعية صافية بعد استبعاد كافة الخصوم المتداولة وسداد كافة الديون قصيرة الأجل. بالنسبة لنسب السيولة في الأجل الطويل، فهي تعكس العلاقة ما بين مصادر التمويل الأساسية في المنظمة، وهي الديون من جانب أو الخصوم والالتزامات من جانب وحقوق الملكية من جانب آخر. وبالتالي فإن العلاقة الأساسية أو المؤشر الرئيسي هو نسبة إجمالي الديون أو الدائنون أو الالتزامات إلى حقوق الملكية، فهو بقسمة إجمالي الخصوم إلى إجمالي حقوق الملكية وضرب الناتج في 100 للحصول عليها كنسبة مئوية. وبالتأكيد فإننا إذا نظرنا إلى هذه النسبة فهي ليس لها مؤشر محدد بشكل واضح، ولكن بالتأكيد تزيد المخاطرة إذا زادت نسبة الخصوم مقارنة بحقوق الملكية عن الواحد الصحيح، لأن ذلك يعني أن المنشأة تعتمد على التمويل بالديون بالدرجة الأولى. ومن جانب آخر ينسب كل من طرفي المعادلة السابقة، وهي إجمالي الخصوم وإجمالي حقوق الملكية، إلى إجمالي الأصول باعتبارهما المسؤولان عن تمويل إجمالي الأصول. فالنسبة الثانية في هذا المجال وهي السيولة في الأجل الطويل هي نسبة إجمالي الدائنون إلى إجمالي الأصول. والبعض يشير إلى أن العلاقة في هذه الحالة يجب ألا تتخطى 50%، ولكن كما ذكرنا فإن الأمر يعود إلى طبيعة النشاط، والذي يختلف من طبيعة إلى أخرى من نشاط إلى آخر. النسبة الثالثة بالتأكيد هي استكمالا لها، هي عبارة عن نسبة إجمالي حقوق الملكية إلى إجمالي الأصول، ولكن هذه النسبة بغير أو بما يختلف عن سابقتها قد تقبل أن تزيد هذه النسبة عن 50% أيضا أكثر من سابقتها، ولكن المعيار المتعارف عليه أن تكون في حدود 50%. بالنسبة للمجموعة الأخيرة من النسب، وهي نسب الكفاية أو كما يشار إليها معدلات الدوران، بالتأكيد المقصود بها أنه كلما زادت معدلات التشغيل أو معدلات الدوران فإن المردود الذي يعود على الجهة أو المنشأة من تكرار دوران أو تكرار دورة التشغيل هو زيادة مستوى الربحية، وينعكس ذلك بمسمى الكفاية. وبالتأكيد فإننا هنا نعكس العلاقة بين المخرجات والمدخلات، وبالتالي فإننا دائما سوف نجد أن معدلات الدوران تعتمد في بسطها بشكل أساسي على صافي المبيعات. وبالتالي فإن معدل دوران الأصول هو صافي المبيعات على إجمالي الأصول. والسؤال المندرج هنا كيف نقوم بحساب صافي المبيعات؟ صافي المبيعات هو عبارة عن إيراد المبيعات كاملا من قائمة الدخل على أن يطرح منه البنود التالية إن وجد أي منها، إن لم يوجد فإن صافي المبيعات هو نفسه المبيعات. هذه البنود هي المردودات والمرتجعات والمسموحات والخصم. بالتأكيد معدلات الدوران إذا كانت تعتمد في علاقتها بالعلاقة بين المخرجات والمدخلات كما سبق، وهي صافي المبيعات إجمالي الأصول، فإن الناتج يكون في شكل عدد من المرات.
المعدل الثاني هو معدل دوران المدينين، وفي هذه الحالة فإن البسط ليس صافي المبيعات، ولكنه يفضل أن يكون صافي المبيعات الآجلة ويقسم على رصيد المدينين، ويفضل أن يكون متوسط المدينين، ولكن نظرا في بعض الأحيان إذا توفرت قائمة واحدة فإنه يقسم إلى رصيد المدينين دون كلمة أو مع استبعاد مفهوم متوسط الحسابات. وبالتأكيد إذا لم تتاح المبيعات الآجلة فإنه يمكن استخدام صافي المبيعات بدلا منها إذا لم يكن متاحا المبيعات الآجلة في الحالات الواردة في المسائل أو في الامتحانات. وبالتأكيد أن النتيجة أيضا تحتسب بعدد من المرات. ثم واستكمالا للتحليل فإننا نلجأ إلى تقييم متوسط فترة الائتمان الخاصة بالتعامل مع المدينين، وذلك بقياس ما يسمى بمتوسط فترة الائتمان أو متوسط فترة التحصيل بقسمة عدد أيام العمل خلال الفترة المالية أو خلال السنة إلى معدل دوران حسابات المدينين الناتج من المعادلة السابقة مباشرة، ويحتسب الناتج هذا المتوسط بعدد من الأيام، وذلك تتبع متوسط فترة التحصيل وهل هي تتجه إلى الزيادة أم الانخفاض. وبالتأكيد من المفضل أن تتجه إلى الانخفاض وأن يزيد ناتج المعادلة السابقة وهو معدل الدوران، لأن كليهما في هذه الحالة يكون في صالح المنشأة. واستكمالاً لجانب التحليل الخاص بمعدلات الدوران نلجأ إلى تحليل الجانب الآخر وهو الجانب الخاص بالمخزون، ونظراً لأن المخزون يقيم أساساً بالتكلفة فإنه لا يفضل أن يكون في بسط المعادلة التقييم الخاص بسعر البيع وهو المبيعات، وبالتالي فنحن نلجأ إلى ما يسمى بتكلفة البضاعة المباعة وهو البند الثاني في قائمة الدخل بقسمته على متوسط تكلفة المخزون. وبالتأكيد كما سبق وأن ذكرنا إذا لم نلجأ إلى متوسط المدينون فلن نلجأ إلى متوسط تكلفة المخزون ونكتفي بتكلفة المخزون إذا لم يكن متاحا لدينا عدد كافي من السنوات لحساب هذا المتوسط. وبالتأكيد فإن النتيجة إذا كانت سوف تعتمد على متوسط التكلفة للمخزون فإنه يمكن استخدام المعادلة التالية، وهي تكلفة مخزون أول الفترة زائد تكلفة مخزون آخر الفترة بالقسمة على 2. بالتأكيد فإن هذا القياس وهو معدل الدوران يمكن استعماله أيضا بمتوسط فترة التخزين كما سبق وأن تم قياس متوسط فترة التحصيل، وذلك بقسمة عدد أيام العمل في الفترة الزمنية الخاصة بالسنة المالية إلى ناتج المعادلة السابقة وهي معدل دوران المخزون، ويتم القياس بعدد الأيام. وبالتأكيد كما سبق ذكره فإن زيادة معدل الدوران هي الهدف الذي يحقق مصالح المنشأة، فإن أيضا انخفاض متوسط الأيام الخاصة بفترة التخزين هو الأنسب في صالح المنشأة. وبالتأكيد إذا أردنا أن نستفيد من التحليل فليس الهدف هو إجراءه في حد ذاته، لأن إجراءه هو مجرد عملية إجرائية يمكن تنفيذها من خلال العنصر البشري أو من خلال العديد من البرامج الجاهزة باستخدام الحاسبات، ولكن حقيقة الأمر أنه يجب أن يتم مقارنة نواتج التحليل المالي والمحاسبي بمجموعة من المرجعيات، وهي الخاصة بالفترات الزمنية السابقة من حياة المنشأة أو الخاصة ب متوسطات الصناعة لنفس المنشآت الشبيهة للمنشأة محل التحليل، أو بتقديرات الموازنات التخطيطية التي يتم إعدادها في سنوات سابقة على السنة محل التحليل. وفيما يلي مجموعة من الحالات التطبيقية المحلولة حتى يتمكن الابن العزيز والابنة العزيزة من تطبيق ما سبق وأن تم عرضه من مؤشرات بالتحليل المباشر من خلال اختيار الأرقام المناسبة الواردة في القوائم المالية ووضعها في مكانها المناسب بالمؤشرات المختلفة السابق دراستها. ويمكن عزيز الطالب أن تتحقق من سلامة الأجر من خلال الحلول الواردة في الصفحات التالية. مع أطيب الأمنيات بالتوفيق والنجاح إن شاء الله.